يرفعون ثانية وأربعة وتسعون جزء من الثانية. والمركز الرابع حضر الهلالي شعاري هجن السنية، والمركز الخامس حضر شعار الهديفي مع شهلول حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، شوط العام انتهى وكان من نصيب هتاش منتزعا البندقية، وبالإضافة إلى المليون ونصف بشعار علي بن حمد علي بن حمد بن هزاع بوشريدة من ذهب بالسلام إلى أبناء دولة قطر الشقيقة. تهانينا والنماس للشقاء على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، شوط الزمول المفتوح والبندقية والمليون ونصف. إذا انطلق شوط الزمول العام، والزميل المعلق المبدع دائما وأبدا علي بن فالح البلوي واصفا ومعلقا على مجريات هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في هذا المساء الجميل، أحييكم في هذا المساء البهيج، أحييكم في هذا المساء المغاير، مساء الذهب، مساء الملايين، مساء الرموز، مساء الختام، مساء السلام. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، من هذا الكرنفال، من هذا الختام والمحفل الكبير، ختام مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، حيث بداية الطموحات، حيث بداية الأمنيات المتعلقة على هذه الشعارات. فبدأت الدعوات من الملاك ومن الجماهير العاشقة لهذه الشعارات، حيث أتى الدعم من حكومتنا الرشيدة أدامهم الله ذخرا وفخرا لنا يا رب العالمين. الآن يفتح ديوان المجد، الآن يفتح ديوان التاريخ بالأسماء الحاضرة من خلال هذه الأسماء، أسماء خطيرة، ملاك كبار، مضمرين عمالقة، أعلنوا تواجدهم في هذا الشوط الملتهب. شوط البندقية، البندقية زائد المليون ونصف ريال، تنتظر واحدا فقط من بين هذه الأسماء ومن بين هذه الشعارات. فيها الأسماء والشعارات الشهيرة، وكل راعي سابق عنده نوايا مهرجان وفرحة ما هي صغيرة، واضحة قد ململة ما به خفايا، حيث انطلاقة هذا المشهد المهيب، حيث انطلاقة هذا المشهد الرهيب، حيث انطلاقة ركب الأصالة، انطلقت هذه المسيرة حاملة تطلعات الكبار. هنالك مشاهدينا الكرام شوط البندقية الخاص، هنالك الشوط المفتوح، مسافة 8 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء، كل اسم في هذا الشوط
يمثل شعارات ملاكها الطامحين بذلك الفوز، بذلك الرمز، بذلك البندقية. مقدمة الشوط المركز الأول، هنالك أرحب بهذا الشعار، هنالك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود يقدم عكاظ، عكاظ على الصدارة، والمركز الأول يسير نحو القمة بآمال وتطلعات أبناء المملكة. هنالك يتواجد بالتضمير عبد العزيز بن حمد بن حلفان المري المتابع لهذا الشعار. المركز الثاني إلى مؤسسة هجن البحرين، هنالك القدوم مع سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة يقدم لنا نهار، وهنالك أبناء البحرين محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري في المتابعة والتضمير. ولكن بدأ التكتيك، بدأ التخطيط، بدأت استراتيجية بن فاران. هنالك مع هجن الشحانية تقدم زعزاع تابعة لدولة قطر الشقيقة، سالم بن جابر بن فاران المري، يلا يا الذهبي بن فاران. بدأ يخطط، بدأ يتكتك، بدأ يسير. المركز الرابع هنالك القدوم مع هجن الاتحاد الحاضرة مع الدماء الشاهينية القادمة في هذه اللحظات. منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي يتقدم مع شاهين وابناء الإمارات، أبناء الإمارات القادمين الحاضرين على المركز الرابع. المركز الخامس القدوم، وصل ضاوي، وصل ضاوي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ولكن التغيير، ولكن الحضور. مرحبا بعديم، مرحبا بعديم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود محمد بن هضبان المري في المتابعة والتضمير. قادم بكل قوة، حاضر في هذا الشوط. هنالك يتقدم على المركز الخامس، هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، الخمس المتقدمين، الخمس الباحثين عن ذلك الرمز، عن ذلك البندقية. هذه نتيجتنا للمرة الأولى، لنداءنا الأول للأسماء الأساطير، للأسماء التاريخية التي سيكتب عنها التاريخ وسيدونها في سجلاته العطرة. ها هي الأسماء، وها قد اجتازت الجحافل خط الدفاع الأول في أقوى المعارك، في شوط يصح أن يقال فيه لكل مقام مقال ولكل سباق الرحال. ولكن العودة إلى الصدارة، إلى زعزاع من شد الرحال نحو الصدارة. هجن الشحانية بدأت تهاجم البندقية، بدأت تنطلق. هجن الشحانية أداءهم في هذا المهرجان مياه على مياه، أبناء ولد عم، أبناء العنابية. البندقية حتى هذه اللحظة عنابي اللون، عنابي اللون مع انطلاق زعزاع وحضوره على الصدارة والمركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وكذلك الأسماء بدأت بالاقتراب، بدأت بالوصول، أول الواصلين. هنالك نهار، سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة قادم بكل قوة، حاضر في هذا الشوط. هنالك مشاهدينا الأعزاء، ياهي من كوكبة قادمة، كوكبة من الأسماء، كوكبة من الشعارات. هنالك الحضور، هنالك القدوم. مرحبا بجويزيان، اسما مصنع
تصنف لهذا الشوط. هنالك هجن الشحانية، بدأت بالاندفاع، بدأت بالاقتراب. سالم يا سالم يا بن فاران الذهبي، في يوم الذهب، في يوم الذهب، في يوم اللقب، في يوم اللقب. جويزيان، جويزيان اسما مرشح لاختطاف البندقية مع هجن الشحانية. أبناء قطر، أبناء قطر، أبناء العنابية يسيطرون، يحددون هذا المسار التاريخي، هذا المسار كبير مع جويزيان وانطلاق جويزيان وانطلاق الذهبي. بن فاران، بن فاران كذلك القدوم مع متعب سامي بن مبارك بن علي الجهني، قادم بكل قوة يقدم ويحضر مع هنالك متعب على المركز الثاني، قادم هنالك يحضر، وعديم عديم قادم على المركز الثالث في هذه اللحظات. ولكن ولكن جويزيان، جويزيان ينطلق في شوط ستلعب المنافسة فيه على أجزاء الثواني، يقاوم تيارات الضغط، يقاوم على أكثر من جبهة هنا وهناك مع هجن الشحانية، مع أبناء الأدعم، مع انطلاقهم، مع جويزيان. أبناء المملكة قادمين يا بن هضبان، أرجوك يا بن هضبان، قادم على المركز الثاني، يقدم عديم، يقدم عديم، قادم بكل قوة. صاحب السمو الملكي والأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. وين يا الذهبي، وين، وين يا الذهبي، وين هذا الذهب الذي لا يصدى أبدا، هذا الذهب الذي لا يصدى أبدا. جويزيان ما أخلف التراشيح، انطلق، انطلق بالرمز، طار بالرمز، غادر بالرمز، الرمز المفتوح مع جويزيان بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظة، بانطلاق هجن الشحانية، بانطلاق هجن الشحانية. أبناء المملكة، أبناء المملكة قادمين. هنالك سنجار صاحب السمو الملكي والأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، قادم آل سعود، قادم، أرجوك يا بن حلفان. ولكن جويزيان، ولكن جويزيان طار بالرمز، طار بالرمز بدون أي أوامر. لا والله وتحرك، لا والله طار. سنجار، سنجار، سنجار قادم بكل قوة، ولكن جويزيان، ولكن جويزيان. الرمز، 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 الرمز. أبناء قطر، أبناء قطر، أبناء المملكة، أبناء المملكة وأبناء قطر. جويزيان، سنجار، سنجار، جويزيان. وصل سنجار، وصل سنجار. أبناء الأخضر، أبناء الأخضر، أبناء الأخضر. ولكن العنابي، ولكن العنابي، ولكن العنابي. أبناء الشحانية، أبناء الشحانية مع جويزيان. الرمز، الرمز إلى قطر، إلى قطر، إلى قطر، إلى الأشقاء. يخطفون الرمز، يخطفون السلام، يخطفون النماز، يخطفون الانتصار مع جويزيان بطل لهذا الشوط. هجن الشحانية هنالك تغادر بالرمز. مشكور يا بن فاران، مشكور يا الذهبية، هذا الذهب الذي لا يصدى. ذهب، 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 ذهب. تهانينا والنماس. المركز الثاني حضر سنجار صاحب السمو الملكي والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ماجد بن حلفان. في المتابعة والتضمير المركز الثالث وصل عديم صاحب السمو الملكي والأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، حضر مع عديم المركز الرابع. هنالك مشاهدينا الكرام سراح بشعار عامر بن راشد بن سعيد آل بريصي المري، وصل أبو راشد على المركز الرابع. إذن تهانينا والنماس وألف مبروك لمالكي هذا البطل، لمالكي هذا النجم. مشاهدينا الكرام بالفعل جويزيان بطل لهذا الشوط مع هجن الشحانية تغادر بالرمز. 12 دقيقة 54 ثانية 56 جزءا من الثانية. المركز الثاني
حضر سنجار بشعار صاحب السمو الملكي والأمير تركي.